وهذا سائل يقول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ كلاهما، ومن حيث ما يجري عليه من المقادير مسير، وأما من حيث العبادة والكفر والإيمان هذا مخير. نعم، ما هو مجبر، مخير، يؤمن باختياره ويكفر باختياره، ولذلك يعذب على الكفر وينعم على الإيمان، ولو كان مجبرا ما استحق الثواب ولا استحق العقاب. نعم.